بما أنه كان رجل آمن مثلا لم يبرز بموقف معارض، وإنما إذا كان هذا الشيء كان في الكواليس، ولكن غير إحساس الآخرين أنه يحمل معلومات قوية عن الملفات الداخلية ويخرج عن انضباط الطاعة فكي إلى آخره، فأعتقد هذا الأسباب بهذا السبب. منذ شهرين كان هناك اقتتال في يعني وقع في مشاجرات، وقع في اطلاق نار وفيها جرحى في منطقة مهيريز، وكان في جرحى وكان سالت فيها دماء وكانت في مشاكل أخرى. البوليساريو لم تحرك ساكنا لأنها تريد أن تتعمق الأزمة أكثر بين القبائل، كان بمقدرتها أنها توقف الصراع في لحظته حتى لا تتوسع دائرة الضرر على الناس في أمنها وممتلكاتها. هذا زعزعات الأمر الداخلي، هاي خلي الناس أنها ماتت عند الثقة وتبحث عن أماكن الأمن والاستقرار لها ولأولادها وضمان ممتلكاتها. هذا يخلي فعل الناس أنها تفر، تفر عائلات وفر أشخاص إلى آخره، لأنه عدم الثقة في الوضع الداخلي، في عنوان عدم الثقة في الوضع الداخلي، أو لا بغيت تقول اليأس من الأوضاع الداخلية في البوليساريو. هذه المجموعات لا شك أن كل مجموعة لا يمكن أن تتحرك إذا ما كان عندها بارون في السلطة يحميها أو يدافع عنها، وهذا أكيد أنها مجموعات تحظى بدعم أو إسناد، مجموعات ذات نفوذ، فالمصالح العميقة للبوليساريو بدون شك، لأنه لو لم يكن هناك حامي لتحركت الجهات العسكرية والإدارية لضبط الأمن وعاتل مرينا نصابه، ولكن أن يتركوها هكذا تستمر، هذا دليل أن فيه حماة خارج الستار يغذوها، بل بالعكس فيه مسؤول محافظة سياسية في جيش ديال البوليساريو صرح أنه الصلح إذا وقع سيكون فاشلا. إذن حتى الصلح بين القبائل لا يريدوه، يريدوا التصارع في الآخرين لأنهم يتربحون من هذا الصراع. إذا ما هم مباشرة أكيد في قبض طرف، كيفاش تمر، كيف تمر من 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 حدود إلى حدود وتتنقى إلى آخره بدون أن تجد من يغض لها، يغض عنها الطرف ويتركها تمر، وإذا تركها تمر معناها أنه أيضا قابض العمولة نتاعه إلى آخره. هذا بدون شك التهمة حاصلة، يعني التهمة شبه ثابتة، التهمة موجودة، فكيف لماذا تمر، لماذا يتركوها تمر، لماذا يترك العصابات تتصارع، لماذا هذه أسئلة خصهم يجاوبوا عليها. لم يغيروا لا مهمة المينورسو ولا مهمة مبعوث ولا غيرها، كلام مكرر سنوات، لأنه كانت نقاشات داخل اللجنة الرابعة وهذه تقليدية، كل سنة يقع نقاش من عام 1996، وكل سنة يوقع نقاش في اللجنة الرابعة لأن تصويت الاستعمار للآخرين وأن الصحراء مازالت في الدول التي لم تتمتع بالحكم الذاتي إلى آخره، آخر من الشعارات، ولكن دائما نفس التوصيات تصدر بإجماع بما فيه المغرب صوت عليها، الناس كلها في إجماع، تقرير مصر إلى آخره، مجهود المساعي المتحدة، يعني عبارات صرنا الناس كلها حافظتها تتكرر سنويا، إنما يجدد فيها التاريخ. قال 2018 قال 2016 السنة الجاية 2020 ما هكذا هكذا إلى آخره. أما جديد لم يظهر إلى حد الساعة جديد، هما أنفسهم الأمم المتحدة لم أعضاء الدائمين لم يصلوا إلى توافق حول تعيين مبعوث في محل المبعوث السابق،
إلى حد الساعة مزال فيه الأخذ والرد وإلى آخره، إلى حد الساعة لم يتوصلوا إلى شبه القبيل. إذا أمور ما فيها جديد بالنسبة لي، ما فيها جديد قراءتي، لا ما في جديد أبدا، وعادية ومثل ما تكرر كل سنة. هذا صحيح 100%، والدليل على تشكيل اللجنة التحضيرية. اللجنة التحضيرية التي تفرعت منها لجان، مجموعة من اللجان، لجنة عسكرية، لجنة المناطق المحتلة، لجنة اجتماعية، لجنة الإعلام، اللجنة التحضيرية 100 وشي حاجة من الوجوه كلها إما وجوه أمنية أو مسؤولين سابقين أو مسؤولين حاليين ويرأس المسؤول الحالي، إذا نفس الوجوه في نفس الدائرة من نفس الدائرة. وإحنا أولاد المنطقة، أولاد البوليساريو، ونعرفوا التحضيرات، لأنه طبخة تجهز وتجي جاهزة وتبلعها الناس يعني بقشورها، لأنه الآن يستنزفون الناس في النقاشات والحوار الأخري حتى يطيبوهم، حتى يجي حتى يأخذ ذاكش اللي باغين، وهما بدون شك مجهزين لوائح لأنه تسمع المؤتمر. اللي غادي يجوا بالانتخاب من الجيش أو من القواعد لا يمثلون أكثر من 10%. الفكتيف الآخر، الأعداد الأخرى جاية إما قدماء محاربين، قدماء مجاهدين، قدماء رجال الأمن، قدماء موجهين، قدماء وزراء سابقين، أعضاء مكتب سياسي سابقين، أعيان وجهاء، يغرقون المؤتمر بمجموعة من الناس اللي أصلا لا تحسن إلا التصفيق وهكذا. فإذن الشباب التجديد ما هيش فكرة مطروحة عند مشايخ البوليساريو، اللي كثير منهم يصاب بعاهات عقلية وجسدية الأخرين نتيجة تقادم في السن فكرة الأخرين، ولكن لا يزالون يتمترسون في مواقعهم ولا يريدون أن ينفصلوا عن الكرسي أبدا. وبالنسبة لهم، بالنسبة لهم الشباب يحتاج وصيتهم أن يكونوا أوصياء على الشباب. إذن لم يعترفوا بعد بعجزهم وتكلس أفكارهم وجمودها، لم يصلوا لهذه المرحلة، ولا زالوا متشبثين بمواقعهم ولا يريدون أي تغيير. هذا المؤتمر سيستنسخ، ما هو فقط طول الانتخاب، مو استنساخ، انتخاب نفس الوجوه اللي مل منها سكان المخيمات على امتداد 45 سنة، وتعبوا منهم وتعبوا من أخطائهم وتعبوا من تصرفاتهم المشينة، ولكن سيستنسخ أيضا حتى أدبيات المعتمر وقوانينه، لأنه الإبداع الفكري ما تلكاين تلا كوبي كولي، استنساخ قرارات لها 20 عام، لها 10 عمان، لها إلى آخره، و ما في جديد، بمعنى أن لن يأتوا بجديد. ممكن يزوقوا يعني بعنصر أو اثنين يكونوا هامشيين وشي حالة ضعيفة من باب أنه احنا درنا زيد وعمر فكير أخير أخير ضفناهم إضافة، ولكن أنت تعرف الأمانة فيها عدد كثير من الناس، ولكن المسير الفاعلي فيها أكثر المكتب. المكتب نفس الوجوه اللي كانت بمثابة اللجنة التنفيذية القديمة، تتكرر هكذا. أنا شخصيا سبق أن التقينا بالمحافظة السامية للاجئين في جنيف، طالبتهم بأن لا ينقصوا المساعدات، يزيدوها لأن الناس محتاجة فيها، ولكن أن يتابعوها ويراقبوها حتى تصل إلى المحتاجين إليها، لا يتركوها هكذا تسرق، هكذا تهرب. والبوليساريو تملك من الاساليب ديال التحريف وديال التزييف،
ما مثلا يبدلوا الامبراج، يغيروا الامبراج في ديال المواد الانسانيه، يغيروا لها الامبراج، يبدلوا لها خنشه في خنشه اخرى هكا الى اخره، يخفوا هذا اكيد انهم يبيعوا فيها بدون شك. هذا الشيء، هذا الشيء عارف، اصبح معروف مع التقادم، عارف القاسي والداني. ولكن احنا نطالب المنظمات ان تراقب هذا وان تتابع وان تحضر للمواد حتى تصل الى المحتاجين لها. الأمور كلها مرهونة بتفاهم مغربي جزائري. إذا لم يحصل هذا التفاهم ستبقى البوليساريو، ستستمر البوليساريو. عندما تصل الجزائر والمغرب إلى التفاهمات ستكون ما يكون غير ذلك عملية إخراج، عملية إخراج سياسي تتبناها البوليساريو، تتبناها المتحدة، يسهل ممرات للحل تنفتح. ولكن التفاهم المغربي الجزائري هو المفتاح. شكرا للأخوة في موقع مشاهد 24 على اهتمامهم وعلى زيارتنا ونقلهم للمعلومات، ونقلهم المعلومات بأمانة للقارئ للمواطن، نقلوا الحقيقة. هذا، وشكرا مرة ثانية، نشكرهم.